هل يمكن يكون بيعه لغير ذلك؟ يمكن يكون بيعه لأجل اللعب به، وهذا لا يجوز. اللعب بالحمام هذا أمر لا يجوز، لأنه من عمل السفهاء. نعم، وذلك يجعل ربما يكون لأجل أخذ المسابقات عليه، وهذا حرام. فإذا كان القصد من بيعه هذا الغرض من أجل اللعب به أو المسابقة عليه، فهذا عمل حرام ولا يجوز لهذا الشخص أن يبيعه بهذا القصد. نعم، فترد شهادته لأجل ذلك؟ هذا عمل محرم، لكن لا يصل به إلى حد الفسق الذي يسقط عدالته. يقال إنه ارتكب محرما، ولكن لا يصل هذا إلى حد الفسق الذي يسقط عدالته. نعم.